طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلاة وسلاما دائبين دائمين إلى يوم أن نلقاه. إن شاء الله أنا اليوم حكون معكم في شرح المحاضرة الثانية من مادة الفارما دفعة آرام. إن شاء الله حنكمل في هاي المحاضرة عن موضوع الفارماكوكاينتكس، ورح نستكمل الحكي عن موضوع الفارماكوكاينتكس. حنناقش بقية الفيزز اللي حكينا أو بلشنا فيها في المحاضرة الأولى. تمام، بلشنا أول إشي بالراوت أوف أدمنستريشن في الفارماكوكاينتكس، بعدين حكينا عن اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد. حكينا بعدين عن أول فيز من الفارماكوكاينتكس اللي هي الأبزوربشن. تمام، اليوم إن شاء الله حنكمل في الموضوع تبع الفارماكوكاينتكس، حنحكي عن الديستريبيوشن، حنحكي عن الميتابوليزم، وحنحكي عن الإكسكريشن إن شاء الله. إن شاء الله إنه تكون المحاضرة بسيطة وخفيفة، فيلا نبلش. أول إشي حنحكي عن الديستريبيوشن اللي هو السكند فيز اوف فارماكوكاينتكس. أول إشي، شو مفهوم الديستريبيوشن أو شو الديستريبيوشن بيمثل لنا؟ distribution represents the movement of the chemical substance that was administered into the bloodstream from the blood to other tissues like the brain, muscle tissues, adipose tissues and other tissues in the whole body. يعني الديستريبيوشن أو التوزيع هو حركة المادة الكيميائية اللي دخلناها جوا الدم عنا من الدم أو عبر الدم للأنسجة الأخرى زي أنسجة الدماغ، العضلات، الأنسجة الدهنية والأنسجة الأخرى اللي موجودة عندنا في الجسم. Remember from the last lecture إذا كنتوا دارسينها طبعاً that we have a plasma membranes that separate the gastrointestinal tract from the blood vessels and the blood vessels from the other tissues. إحنا عندنا أغشية بلازمية تفصل عندنا الجهاز الهضمي من الدم، تمام؟ اللي هي الأغشية اللي ميوكس ميمبرينز أو الأغشية المخاطية تاعت الأمعاء، تمام؟ وبرضه بتفصل البلد فيسلز من الأذر تيشوز اللي هي الإندوثيليال تيشوز أو اللي هي الأنسجة اللي بتبطن عنا الأوعية الدموية، تمام؟ من بتفصل الدم أو بتفصل الحيز الدموي عنا عن الأنسجة، تمام؟ ف these membranes، هاي بالفكره بهذول الممبرينز، هذول الممبرينز لايبوفيليك ان نيتشر، يعني هذول الاغشيه اغشيه دهنيه في طبيعتهم، تمام؟ وبيكون مغروس في هاي الاغشيه في عندنا بروتين شانلز وترانسبورترز بتساعد في نقل الهايدروفيليك سبستانسز ثرو ذا بلازما ممبرين، لانه انا عندي البلازما ممبرين هو عباره عن بلازما ممبرين دهني، تمام؟ فأنا كيف بدي أنقل أي مادة هيدروفيلك، تمام؟ كيف بدي أنقل أي مادة هيدروفيلك محبة للماء يعني عن طريق البلازما ممبرين؟ بحتاج إنه يكون عندي بروتين شانل، قنوات بروتينية ونواقل بروتينية مغروسة جوا البلازما ممبرين بتأمن لي زي الجيت أو البوابة تنقل من خلالها الهيدروفيلك سبستانسز من منطقة لمنطقة ثانية عبر البلازما ممبرين، تمام؟ بس في عنا إشي مميز خاص للبرين. شو هو؟ في البرين تيشوز we have a special type of barriers called the blood-brain barrier. عنا واحد من الحواجز المميزة موجود فقط في الدماغ اسمه blood-brain barrier، تمام؟ الحاجز الدماغي الدموي. هذا specialized type of barriers بيكون في حوالين الاندوثيليال تيشو اللي هو الخلايا تاعت الأوعية الدموية، في حواليها خلايا من نسيج الدماغ اسمها الأستروسايتس، تمام؟ عاملة زي حواجز تفتيش، تمام؟ حوالين الاندوثيليال تيشو. هاي الأستروسايتس، تمام؟ بالأقدام تبعتها زي ما انتو شايفين هنا بالصورة، تمام؟ تعمل برضو حاجز ثاني فوق الحاجز تبع الاندوثيليال سيلز تاعت الفيسلز اللي موجودة في البرين. هذا الحاجز بيسمح فقط لبعض يعني بيسمح لبعض المكونات انتقائيا انها توصل للدماغ من الدم، تمام؟ وبيمنع بقية المواد من ضمنها المواد الخطرة من انها توصل للدماغ. طب ليش الدماغ هذا يعني هيك بس لحاله عنده البلاد برين بارير؟ لانه الدماغ مدير كبير، تمام؟ لانه الدماغ عنصر مهم او عضو مهم كثير في الجسم، فبالتالي مش اي اشي بيقدر انه يفوت على الدماغ، تمام؟
لأنه هذا المدير، تمام؟ فما بقدر أي إشي إنه يفوت على الدماغ، فبالتالي لازم ننتقي أو الجسم ينتقي الشغلات اللي بتفوت على الدماغ بعناية. فبالتالي البلد برين بارير بيساعد في هاي النقطة، بيساعد إنه مش كل إشي يفوت للدماغ، تفوت له مواد تفيده، مواد بحتاجها، ويبعد عنه المواد اللي بتضره أو المواد اللي ما بتفيده، تمام؟ طيب، what are the factors that affect drug distribution؟ شو العوامل أو شو الشغلات اللي بتأثر على the drug distribution أو توزيع الدواء في الـ 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 في الدم؟ في عندنا كثير شغلات. أول إشي المولكيولر ويت، الحجم أو الوزن الجزيئي للدواء، تمام؟ كل ما كان الدواء كبير كان امتصاصه أو انتقاله عبر البلازما ممبرين أصعب، وكل ما كان الدواء صغير، تمام، في المولكيولر ويت وفي الحجم كان انتقاله عبر البلازما ممبرين اسهل، فهاي بالمنطق، تمام. اثنين، presence of barriers، وجود الحواجز، كل ما كان في حواجز اكثر قدام الدرج، تمام، ككيميكال سبستانس، هذا الشيء راح يعيق عمليه انتقاله من حيز لحيز، تمام. فالباريرز زي البلد برين بارير اللي ناقشناه قبل شوي، وزي بارير ثاني موجود بين الام والجنين اللي جواتها اللي هو البلاسينتا، المشيمه. مش كل إشي بيدخل جسم الام بيوصل للبيبي، فبالتالي المشيمه عامله برضو زي حاجز ثاني جنب الاندوثيليال سيلز اللي موجوده في البلد فيسلز، تمام. طيب، ثلاثة، البي جلايكوبروتينز. هلا البي جلايكوبروتينز هم عبارة عن برضو بروتينز مغروسة عندي في البلازما ممبرين، تمام، موجودة في تيشوز معينة من بينها البرين، الجي اي تراكت، وبرضو اذر اورجانز، تمام. فايدتها انها بتحمي الخلايا اللي هي بتكون موجوده فيها من انه يدخل عليها unwanted chemicals، من انه يدخل على هاي الخليه مواد كيميائيه غير مرغوب فيها، تمام. فهي بتكون موجوده في البرين زي ما حكيت، في الجي اي تراكت، وفي some other organs. فلما تكون موجوده البي جلايكوبروتينز برضو هذا الاشي بيأثر على وصول الدرج لهاي الخلايا، تمام. العنصر الرابع اللي بيأثر عندي، أو العامل الرابع اللي بيأثر عندي، هو البلد فلو، تمام؟ تدفق الدم. كل ما كان تدفق الدم سواء للجي آي تراكت اللي إذا كان مثلا دواء أورالي إحنا ماخدينه، تمام؟ أو مثلا مش ماخدينه أورالي، ماخدينه بارنترالي، تمام؟ كل ما كان تدفق الدم للأنسجة المستهدفة أفضل، كل ما كان الدواء قادر يوصل لهاي الأنسجة بصورة أفضل، والعكس صحيح، تمام؟ النقطة الخامسة والأخيرة اللي بدي أرجع لها على الصورة هنا فوق، اللي هي binding of drugs into plasma proteins like albumin، وحطيت لكم مثال اللي هو الوارفارين. الأدوية، في بعض الأدوية عندنا بتكون highly plasma protein bound، يعني في عندي أنا بروتينات في الدم، تمام، بروتينات في بلازما الدم زي الألبومين، تمام، بيرتبط فيها بعض الأدوية، بيرتبط فيها بعض الأدوية بشكل كبير، مثال عليها الوارفارين. طب شو هذا الإشي بيعمل لي مشكلة؟ البروتين إحنا بنعرف إنه حجمه كبير كثير، فلما يرتبط فيه الدواء وما يقدر إنه يفلت منه، تمام، بيصير صعب على الدواء إنه ينتقل من الدم للأنسجة، أو يعني ينتقل من الدم فعلاً للأنسجة، تمام. ليش؟ لأنه في إشي كبير هيك مكبر حجم الدواء ومانعه إنه يطلع من بين الإندوثيليال تيشوز، تمام. فأنا اللي بيطلع عندي من الدم للأنسجة والعكس هو الفري دراج اللي مش مربوط في البلازما بروتينز، تمام. فخلينا نرجع هون على الصورة، تمام. الفري دراج فعليا هو اللي بيصير له absorption، تمام، هو اللي بيصير له absorption، تمام، وهو اللي بيصير له انتقال للتيشو ريزيرفوارز اللي هي الأنسجة اللي بتحتفظ أو بتخزن هذا الدواء جواتها، تمام، وهو اللي بيصير له انتقال برضو للريسبترز أو الأنسجة اللي بيستهدفها، تمام، الدواء. وهو اللي بيصير له كمان الاكسكريشن. بينما الباوند دراج ما بيصير له أي إشي، ما بيقدر إنه لا يروح على الأنسجة اللي بيستهدفها، ما بيقدر يروح على تيشو ريزيرفورز، حتى الإكسكريشن ما بيقدر إنه يصير له إكسكريشن، لأنه مربوط في بروتينات كبيرة، جزيء الدواء مربوط في بروتينات كبيرة، مش قادر إنه يطلع من الإندوثيليال تيشوز اللي موجودة في البلد فيسلز، تمام؟ فهي هي فكرة إنه يكون بروتين باوند. فالوارفارين طبعاً مثال حيمر علينا كثير في المحاضرة هاي. الوارفارين 99% من الدواء لما يدخل على الدم بيكون بلازما بروتين باوند، 1% بس بيكون فري دراج،
بيكون مش مرتبط في بلازما بروتين، وهذا الواحد في المية هو اللي قاعد بيقوم بكل الوظائف تاعته أو التأثيرات تاعته، اللي هو الوارفارين طبعا مميع للدم، أو زي الهيبارين مميع للدم، تمام؟ وكمان راح نعرف لقدام انه هاي الشغله، شغله انه بلازما بروتين باوند برضه، وانه هاي اللي بلازما بروتين باوند الوارفارين بتاثر على كثير شغلات لقدام، تمام. طيب when we talk about distribution we should know an important topic which is the volume of distribution. لما نحكي احنا عن توزيع الدواء او الانتشار تبع الدواء لازم نعرف موضوع مهم كثير، تمام، اللي هو volume of distribution، حجم الانتشار او حجم التوزيع، تمام. هلا حجم التوزيع او حجم الانتشار quantifies the number of milliliters a drug can be distributed into. يعني انا حطيت دواء، احنا هلا عباره عن الكونتينرز، تمام، احنا عباره عن حاويات، حلو، فينا سوائل، جواتنا سوائل، تمام. الفوليوم اوف ديستريبيوشن كمعادله، تمام، بيحدد كميه، او يعني بيقول لك كم عدد المليليترز او الليترز اللي الدواء بيقدر انه ينتشر فيها جوا جسمك، تمام، اللي بيقدر انه الدواء يوصلها وينتشر فيها جوا جسمك، تمام. هلا عندنا القاعدة العامة بتحكي انه الكونسنتريشن، تمام، التركيز يساوي الماس على الفوليوم، الحجم الكتلة، تمام، على الحجم، الكتلة على الحجم تعطيني تركيز، تمام. بطريقة اخرى الفوليوم اوف ديستريبيوشن، تمام، بتساوي الماس على الكونسنتريشن. طب كيف لعد، كيف هون الكونسنتريشن يعني هيك صار الفوليوم هو الفوليوم، تمام. مظبوط، هنا في هاي البيكتشر احنا كيف عدلنا هون على الفوليوم اوف ديستريبيوشن، بحكي لكم انه in this picture the mass in the second equation represents the mass of the dose that was administered to the patient. يعني هاي الماس هي كتلة الجرعة اللي احنا عطيناها للبيشنت، تمام. والكونسنتريشن، شو هو الكونسنتريشن؟ اللي هو الكونسنتريشن اوف ذا دراج افتر اتس ديستريبيوشن ان ذا بلاد، which is known by taking a blood sample after the administration of the drug and sending the sample to the lab. يعني احنا عشان نحسب الفوليوم اوف ديستريبيوشن للدواء، تمام، اول شيء بنكون عارفين كتله الدواء اللي عطيناها، تمام، او كتله الدوز اللي عطيناها من الدواء، تمام. بعدين بنعطيها للمريض، بعد وقت بنسحب عينة من دم المريض، تمام، بنوديها لللاب، بنحسب الكونسنتريشن، تركيز الدواء في بلازما الدم حاليا، تمام، نقسم الكتلة اللي عطيناها على التركيز بيعطيني الفوليوم اوف ديستريبيوشن، بيعطيني كم حجم السوائل اللي انتشر فيها هذا الدواء، تمام. طب ليش انا بهمني اني احسب الفوليوم اوف ديستريبيوشن؟ احنا بنحتاج الفوليوم اوف ديستريبيوشن عشان نعرف شغله مهمه رح نرجع لها كمان في اخر المحاضره، اسمها اللودينج دوز اوف ذا دراج، تمام. اللودينج دوز شو فكرتها، تمام؟ اللودينج دوز بدل ما انا اخذ الدواء اكثر من مره، تمام، لحتى اني اوصل للثيرابيوتيك كونسنتريشن تبعه اللي هو التركيز العلاجي تبعه، تمام، لا، انا بقدر اني اعطي انيشال دوز عاليه شوي، تمام، من الدواء، احطها في جسم المريض عشان يوصل عندي تركيز الدواء في بلازما الدم للثيرابيوتيك رينج، او اللي هو اللي هو التركيز العلاجي للدواء، بعدين بصير اعطيه اللي هي شغله اسمها المينتيننس دوز، تمام، بصير اعطيه اللي هي الجرعه العاديه من الدواء اللي تحافظ عندي على تاثير، او اللي هو تركيز الدواء يضل في عندي في الثيرابيوتيك رينج، او اللي هو المجال العلاجي، تمام، في التركيز العلاجي تبعه. loading dose of the drug is the initial dose to be administered to reach a specific concentration of the drug in the blood before the regular doses or maintenance dose. تمام. فالloading dose عندي قاعدته، تمام، قاعدته بتحكي لك إنه therapeutic concentration اللي هو التركيز العلاجي للدواء، واللي هذا already بيكون معلوم من من الدراسات، تمام، نضربه في volume of distribution اللي احنا طلعناه قبل شوي للدواء، تمام. طيب هنا في مجموعة أسئلة، شو اللي ممكن يصير للvolume of distribution
في charged molecules. إحنا بنعرف إنه charged molecules يعني polar، يعني ما بتقدر إنها تعبر البلازما membranes بصورة سهلة. فبالتالي the volume of distribution لهاي الأدوية حيكون قليل، تمام؟ ليش؟ لأنها ما بتقدر تعبر البلازما membranes بسهولة، بالتالي ما بتقدر توصل لكمية سوائل أو مناطق فيها كمية سوائل كبيرة، تمام؟ طيب الهايدروفوبيك دراجز اللي هم الأدوية الغير أو الكارهة للمي، الأدوية الكارهة للمي معناته هم لايبوفيلك، معناته محبين للدهون، معناته بيقدروا يخترقوا البلازما ممبرينز بسهولة، يعني بيقدروا إنهم يوصلوا ل شو اسمه ل مناطق فيها سوائل بسهولة، تمام؟ بس بنفس الوقت هدول هيدروفوبيك، تمام؟ فالهيدروفوبيك يعني هم هيدروفوبيك، فبالتالي هدول الفوليوم اوف ديستريبيوشن تبعهم بيكون عالي نوعا ما، تمام؟ طيب الهاي بلازما بايندينج، حلو، الهاي بلازما بايندينج الادويه اللي مرتبطه بكثير او يعني ارتباطها بالبلازما بروتينز كبير زي الوارفارين لما حكينا عنه، تمام؟ هدول هل بنتوقع منهم انه يكون فوليوم اوف ديستريبيوشن تبعهم عالي؟ لا، لانه هدول حيضلوا بس في الدم، مش حيوصلوا للسوائل الموجوده في الانترستيشيال كومبارتمنت او انتراسيلولر، تمام؟ مش حيوصلوا بشكل كبير، فالفوليوم اوف ديستريبيوشن تبعهم حيقل. طب الرينال فيلير، الرينال فيلير شو بده يعمل في الفوليوم اوف ديستريبيوشن؟ الدي هايدريشن، الليفر فيلير، الرينال فيلير، تمام؟ انا عندي الكيدنيز مش قادره انها تقوم بوظيفتها في انها تتخلص من السوائل الزيادة، تمام؟ ومش قادرة انها تقوم بوظيفتها برضو في التخلص من الدواء، تمام؟ فبالتالي الدواء عندي حيكون قادر انه يوصل لفوليوم اوف ديستريبيوشن، تمام؟ طيب المعذرة، صار عندي شغلة واضطريت اني اروح، تمام؟ طيب نرجع لموضوعنا، شو اللي حيصير عندي للvolume of distribution في الحالات التالية؟ أول إشي charged molecules، حكينا إنه charged molecules يعني polar، تمام؟ polar molecules ما بتقدر إنها تعبر البلازما membranes عندي بسهولة، فبالتالي وصولها لvolume of distribution حيكون شوي محدود، تمام؟ بسبب إنها charged، لأنه حتحتاج specific channels، حتحتاج specific proteins اللي تنقلها عن طريق البلازما ممبرين اللي هو lipophilic، تمام؟ فبالتالي charged molecules the volume of distribution تبعها حيكون قليل. الهيدروفوبيك دراجز تقدر انها تعبر البلازما ممبرينز بسهوله، فبالتالي volume of distribution تاعها حيكون ماله، حيكون عالي، تمام؟ طيب الهاي بلازما بايندينج زي مثلا الوارفارين، الهاي بلازما بايندينج زي ما حكينا احنا عندنا الدواء لما يكون مرتبط في بلازما بروتينز، البلازما بروتين كبير، تمام، في الدم، فبالتالي حجمه كبير، فبالتالي بيمنع الدواء انه يطلع من البلد ويوصل لاذر تيشوز، فبالتالي الدواء حيضل وين؟ حيضل جوا الدم، فالفوليوم اوف ديستريبيوشن تبع الدواء شو ماله؟ حيكون قليل، لانه بس ضايل جوا الدم مش رايح على مكان ثاني، تمام؟ الرينال فيلير بيكون عندي فشل في وظائف الكلية، وظيفة الكلية الطبيعية انها تفلتر او تعمل فلتريشن للفلويدز للاكسسيف فلويدز وللاكسسيف سبستانسز وللانوانتد سبستانسز، تمام؟ لما يصير في عندي فيلير رينال فيلير، من الشغلات اللي بتصير عندي انه بيصير في عندي فلتريشن لشغلات ما بتتفلتر اساسا من الدم، من بينها بروتينات البلازما، تمام، البلازما بروتينز. فلما تقل عندي البلازما بروتينز، تمام، معناته اللي بيصير عندي انه الدواء ما فيش عنده بلازما بروتين يرتبط فيها، فبالتالي الفوليوم اوف ديستريبيوشن تبعه شو بده يصير فيه؟ بده يزيد، تمام؟ طيب في حاله الديهايدريشن نيجي نحكي بالمنطق، انا صار عندي حاله ديهايدريشن، معناته الفوليوم اصلا اللي عندي فيه من السوائل في الدم قل، معناته الكونسنتريشن عندي للدواء بيزيد، تمام؟ الكونسنتريشن عندي للدواء في الدم بيزيد، بس الفوليوم نفسه كلياته ككل اللي بتوزع فيه الدواء قل، فبالتالي الفوليوم اوف ديستريبيوشن شو بده يصير فيه؟ بده يقل، تمام؟ طيب في الليفر فيلير، الليفر شو اهميته؟ الليفر من الوظائف اللي بينتجها او اللي بيعملها انه بيعمل لي البلازما بروتينز اللي من بينها الالبومين، تمام؟ بيعمل لي البلازما بروتينز، فانا لما يخرب عندي الليفر اللي هو اللي بيصنع لي البلازما بروتينز، تمام،
شو بده يصير في البلازما بروتينز؟ راح يقل عددها مزبوط، فبالتالي الأدوية اللي هاي اللي بلازما بروتين باوند شو حيصير فيها؟ حتفلت، تمام؟ أو اللي بلازما بروتين باوند شو حيصير فيها؟ حتفلت، فيش ألبومين ترتبط فيها أو فيش بلازما بروتينز ترتبط فيها، فبالتالي شو بده يصير فيها؟ بده يزيد الفوليوم اوف ديستريبيوشن تبعها، مزبوط؟ تمام. طب آخر واحدة كو ادمنستريشن اوف دراج ذات بايند تو ألبومين. إذا دواء عندي بيرتبط بالألبومين، تمام؟ أضفنا عليه أو أخذنا معه دواء تاني بيرتبط برضه بالألبومين، شو حيصير؟ الاثنين حيصيروا يتنافسوا على الألبومين، مين يرتبط بالتاني، تمام؟ فلو كان الدواء التاني اللي ضفناه تركيزه أعلى من الدواء الأول، تمام؟ فبالتالي الدواء التاني حيكون له الغلبة وراح ياخذ الألبومين من الدواء الأول، تمام؟ فبالتالي الفوليوم اوف ديستريبيوشن تبع الدواء الأول شو حيصير فيه؟ حيزيد. ليش؟ لأنه الفري درج اللي منه حيكون أكثر صار، تمام؟ فهاي هي الفوليوم اوف ديستريبيوشن أو شو اللي بيصير في الفوليوم اوف ديستريبيوشن في هاي الحالات، تمام؟ خلصنا هيك من الديستريبيوشن، نيجي للثيرد فيز اوف فارماكوكاينتكس اللي هو الميتابوليزم، تمام؟ Here comes a new question. Will the drug stay in our bodies forever؟ هل الدواء حيضل في أجسامنا للأبد؟ تمام؟ Actually no. The drug, after the drug has been distributed to our tissues and exerted its effects, it will transport through the blood to the liver, where a process known as metabolism will be done on the drug. يعني بعد ما الدواء يكون انتشر لأنسجتنا وعمل الإفكتس تبعته حيروح عن طريق الدم يرجع للليفر، يرجع للكبد، تمام؟ بحكم الدورة الدموية، تمام؟ وفي الكبد حيصير في عملية اسمها الميتابوليزم أو الأيض، تمام؟ حتى حيتم عملها على الدواء وتحول هذا الدواء لإنactive substance، لمادة غير فعالة، تمام؟ بعد هيك الدرج will be eliminated from our bodies through various organs like the kidneys mainly, lungs or the bile system. يعني حيتم التخلص من الدواء بعد ما احنا حولناه لإنactive عن طريق الكلى بشكل رئيسي، عن طريق اللنجز الرئتين، أو عن طريق bile system، تمام؟ In the liver, the drug is converted from an active drug to an inactive drug through two phases of reactions. في عنا نوعين من العمليات في الكبد اللي بتحول لي الدواء من صورة active، صورة فعالة، لصورة غير فعالة inactive drug through two phases of reactions. تمام؟ شو هم two phases عندي؟ أول إيش الphase one؟ وين بيصير؟ في الاندوبلازميك ريتيكولوم اوف هيباتوسايتس، في الاندوبلازميك ريتيكولوم تاع الخلايا الكبدية، تمام؟ عن طريق عائلتين من الانزيمات، family of enzymes known as cytochrome P450، تمام؟ عائلة انزيمات حنسمع عنها كثير اسمها cytochrome P450، وgroup of enzymes مجموعة انزيمات اسمها الميكروزومال انزيمز. طيب شو العمليات اللي بيعملوها؟ variety of reactions occur on the drug في الفيز 1 اللي هم oxidation, reduction, hydrolysis reactions that increase the polarity of the drug، تمام؟ أكسدة، اختزال، hydrolysis عملية تحليل، تمام؟ reactions that increase the polarity of the drug، تفاعلات بتزيد القطبية للدواء. بتزيد قطبية الدواء، ليش أنا بحتاج أزيد قطبية الدواء؟ لأنه كل ما كان الدواء عندي hydrophilic لقدام حنعرف إنه هذا الإشي بيساعد أو بيسهل عملية التخلص من الدواء لما نيجي بدنا نعمل له clearance، لما بدنا نعمل له elimination، تمام؟ طيب بالفيز 2 شو بيصير عندي بعد ما انا عملت له اوكسيديشن ريدكشن هيدروليسيس وزدت البولاريتي تاعته شوي؟ في هذا الفيز بيصير في عندي اديشن رياكشن، نوع من انواع الاديشن رياكشن او تفاعلات الاضافه اللي اسمها الكونجيجيشن رياكشن. بيصير على الدواء، تمام؟ بنضيف احنا مواد او الكبد بيضيف مواد مصنعه جوا الجسم، تمام؟ على تركيبه الدواء الكيميائيه، زي مثلا بيضيف الجلوكورونيك اسيد او السلفيت او الامينو اسيد. ليش؟ طيب شو الهدف هون؟ الهدف هنا مش اني احول الدواء لان اكتف الدراج، اكثر ما هو انه هدفي اني ازيد البولاريتي تاعت الدواء اكثر واكثر، تمام؟ عشان شو؟ اخلي الكليرنس تاعه من الجسم عنا اسهل، تمام؟ طيب هلا في حالات شاذة بالنسبة للأدوية، يعني احنا بالعادة بناخد الدواء اكتف بروح على الليفر بصير له inactivation، تمام؟ بس في بعض الحالات شاذة. شو هي؟ في بعض الأدوية بنعطي إحنا الدواء في صورة inactive form of the drug، تمام؟ نعطيه في صورة inactive form of the drug، تمام؟
هنا هو الدواء بيروح للليفر، الليفر بيعتبر اي شيء غريب عنه كسم، تمام؟ فبيحاول انه يعمل له ميتابوليزم، فبيعمل ميتابوليزم لهذا الدواء، فالناتج من الميتابوليزم بيطلع الاكتيف فورم للدرج، تمام؟ فهي الادويه بنسميها البرو دراجز، تمام؟ بنسميها البرو دراجز. دواء بنعطيه احنا في صوره ان اكتيف فورم بيروح للليفر بيصير له ميتابوليزم بقلب اكتيف. هذا سيناريو. السيناريو الثاني في بعض الأدوية برضه إحنا بنعطي الدواء أكتف، تمام؟ بيصير له ميتابوليزم، وناتج الميتابوليزم بيكون برضه أكتف، another active form of the drug، تمام؟ فبرضه in some other drugs we administer the active form of the drug and its first metabolism in the liver will result in another active form of the drug. يعني أول عملية ميتابوليزم بتصير على الدواء، تمام؟ بتحوله لصورة ثانية للدواء نفسه لكنها برضه صورة أكتف، تمام؟ فبهذا الاشي بيعطيه longer duration of action، بيعطيه مدة زمنية طويلة او اطول يعمل فيها التأثير تبعه، لبين ما انه يلف للsystemic circulation مرة ثانية ويرجع للليفر ويصير له metabolism مرة ثانية، تمام؟ فمن الامثلة يعني الشائعة في الفيز 1 والفيز 2 مثلا البنزين، لما يصير له فيز 1 بفيز 1 reaction بيصير عمل عليه اللي هي اضافة الـ OH، تمام؟ وبتحول لفينول، تمام؟ لما يصير عليه الفيز 2 بنضيف عليه الجلوكورونيك اسيد، تمام؟ على الاو اتش تبعته، فبيصير هذا المركب، وهذا المركب مقارنه بالبنزين هو مور هايدروفيليك، تمام؟ فهذا اسهل على الجسم انه يتخلص منه ثرو ذا كيدنيز، تمام؟ طيب شو العوامل اللي بتاثر عندي على الميتابوليزم؟ اول شيء الجينيتك فاريابيليتي، من شخص لشخص تختلف عندي الميتابوليزم بشكل كبير، تمام؟ في ناس عندهم الميتابوليزم اوريدي عالي، تمام؟ هاي ميتابولايزرز، وفي ناس عندهم الميتابوليزم ضعيف، ويك ميتابولايزرز، تمام؟ فالموضوع الجينيتك فاريابيليتي بيأثر عندي على الميتابوليزم من شخص لشخص. اثنين، ليفر كونديشن، صحة الكبد اللي موجودة. إذا كان الكبد سليم شغال 100% الميتابوليزم عندي حيكون في الأوبتيمم، إذا ما كان شغال 100%، إذا كان في عندي سيروسز لا سمح الله، إذا كان فاتي ليفر ديزيزز، إذا كان في عندي أي مشاكل في الكبد الميتابوليزم ما حيكون تمام. ليش؟ لأنه عندي الإنزيمات اللي بتعمل لي الميتابوليزم كلياتها في الهيباتوسايتس في الكبد، تمام؟ طيب العنصر الثالث اللي هو الـ age of the patient، تمام؟ اللي هو عمر المريض، الـ neonates والـ old، هون بنحكي يعني الـ neonates والـ elderly، تمام؟ الـ neonates لسه الليفر ما نضج عندهم، ما صار mature enough، فبالتالي لسه الـ enzymes مش قاعدة بتشتغل شغلها، تمام؟ على الجانب الآخر الـ old patients، تمام؟ الـ old patients بيكون الليفر تعبان، بيكون already يعني by aging تعب، بتكون الهيباتوسايتس تعبت، فبالتالي برضو الميتابوليزم تبعهم بيكون ضعيف، تمام؟ النقطة الرابعة اللي هي drug-drug interactions، drug-drug interactions اللي هي التداخلات الدوائية بين دواء ودواء. فبعض الأدوية زي الريفامبيسين، تمام؟ اللي هو antibiotic، والفينيتوين اللي هو دواء صرع، تمام؟ ممكن انهم يحفزوا انزيمات موجوده في الكبد مسؤوله عن الميتابوليزم لدواء لادويه ثانيه، تمام؟ فبالتالي بيصير الميتابوليزم للادويه الثانيه هاي عالي، تمام؟ فبالتالي بخرب هذا الاشي على الدواء، بخرب هذا الاشي على جرعه الدواء، يعني بتصير جرعه الدواء مش كفايه. ليش؟ لانه الميتابوليزم تاع هذا الدواء صار كثير عالي بسبب وجود الفينيتوين او الريفامبيسين مثلا، تمام؟ while some other drugs، بعض الأدوية الثانية زي السايميتيدين، تمام، والإريثروميسين ممكن إنها تعمل إنهيبيشن لبعض إنزيمات الليفر اللي بتعمل ميتابوليزم لأدوية ثانية. زي ما كوني أنا عملت إنهيبيشن للليفر للإنزيمات اللي بتعمل ميتابوليزم لهذا الدواء، تمام، لهذا الدواء الثاني، فبالتالي الميتابوليزم تاعه حيصير أصعب، فبالتالي مدة بقاء الجرعة في الجسم بصورة أكتف حتكون أطول، فهذا الإشي ممكن إنه يعمل لي سايد إفكتس أنا كرهانها، تمام؟ فهاي الشغلة برضو لازم ننتبه لها اللي هي الدراج دراج إنتراكشنز، تمام؟ هيك إحنا خلصنا من الميتابوليزم، نيجي لآخر مرحلة اللي هي الإليمينيشن، last phase of pharmacokinetics. Elimination phase describes the ability of our body to eliminate the metabolized drug. الإليمينيشن عملية التخلص أو عملية اللي هي الاستخلاص توصف قدرة أجسامنا إنها تطلع الميتابولايزد دراج، الدراج اللي صار عليه عملية ميتابوليزم.
We've already mentioned that the main pathway of elimination is through the kidneys. أهم أو المسار الرئيسي للإليمينيشن للأدوية ولغيرها من الشغلات هو الكيدنيز الكلى أو الرينال سيستم اللي هو الجهاز الكلوي تمام. You already took in the physiology lectures how do kidney يعني إحنا أخذنا في الفيزيولوجي زمان تمام أو يعني في السنة اللي فاتت كيف الكلى بتشتغل بس حنمر عليهم هيك بصورة سريعة إن شاء الله هلا. عملية التخلص من المواد السامة في الكلى أو عملية الإليمينيشن عامة في الكلى تمر في ثلاث مراحل. أول إشي الفلتريشن. الفلتريشن ببلش عند الجلوميريولاس تمام؟ في الجلوميريولاس اللي هي الكبيبات بالعربي تمام؟ ببلش فيها عملية الفلتريشن عملية الفلترة تمام؟ فإن this phase the cells in the renal glomeruli have fenestrations that can pass most of the materials present in the blood into the tubular system. يعني الخلايا اللي موجودة في الجلوميريولاس تمام فيها ثقوب كبيرة تسمح إنه أغلب المواد الموجودة عندي في الرينال آرتري تمام إنها تنفد من الدم للتوبولار سيستم اللي هو النظام الكلوي تمام. فهاي الشغلات بتتضمن الدراجز الأدوية المي الإلكترولايتس اللي هم الأيونات تمام وmany other things that can be filtrated but there are some blood contents that cannot be filtrated. في شغلات حتى برغم وجود الثقوب الكبيرة هاي ما بتقدر تتفلتر زي مثلا البروتينز ليش لأنها كثير 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 كبيرة تمام. طيب فلترنا هلأ أغلب الشغلات من هنا لهون للتوبولار سيستم تمام. طيب نيجي على المرحلة الثانية مرحلة الري أبزوربشن. هون صرنا هلأ في نص التوبولار سيستم تمام في نص التوبولار سيستم. مرحلة الري أبزوربشن هون الخلايا اختلفت تمام. فهون الخلايا تمام مش زي الخلايا اللي موجودة عندي في الجلوميريولاس. هون الخلايا غير ما بتنفذ كل إشي من خلالها للدم أو العكس تمام. ففي قنوات مخصصة تمام بتعمل عندي عملية اسمها reabsorption إعادة الامتصاص تمام. فهون renal tubular cells will reabsorb the contents that are important to our human body back into the blood. يعني بنعيد امتصاص المواد المهمة لجسمنا اللي بحتاجها جسمنا للدم زي مثلا شو الووتر و some amount of drug بعض الكمية يعني نسبة بسيطة من الدواء بيتم إعادة امتصاصها تمام و other nutrients وبعض والمواد المغذية الثانية زي الجلوكوز وغيرها تمام. Unlike the glomerular cells على عكس الجلوميريولار سيلز اللي فوق the tubular cells here do not have fenestrations ما فيش بينهم هاي الفجوات الكبيرة تمام بين الخلايا هون. فهاي فهذا الاشي بيخلي هاي الخلايا اللي هي tubular cells اللي هون more selective to certain molecules يعني انتقائيات للشغلات اللي بتعبر من خلالهم من التوبولار سيستم اللي هو النظام الكلوي للدم تمام. طيب هيك خلصنا من يعني عبرنا من نص التوبولار سيستم وصلنا لاخره. في اخر التوبولار سيستم بصير في عندي مرحله اخيره اللي هي مرحله السكريشن. هنا بدل ما احنا قاعدين بنعيد الامتصاص من التوبولار سيستم للبلد لا في شغلات هلا حيتم افرازها من البلد للتوبولار سيستم مره ثانيه. ففي السكريشن فيز some molecules can be secreted actively بالactive transport يعني انا هنا بعطي طاقه لحتى اني اودي مواد من الدم للكلى ليش او للتوبولار سيستم ليش لاني قاعد بودي هاي المواد اللي من بينها مثلا المتبقي من الدرج في البلد تمام بوديه عكس اتجاه التركيز تبعه. التركيز تبعه في التوبولار سيستم انا قاعد بودي اللي موجود عندي في الدم باتجاه التوبولار سيستم تمام. ف can be secreted actively from the blood back to the tubular system against their concentration gradient like drugs to be eliminated eventually in the urine. وبعدين هاي المواد اللي ظلت في التوبولار سيستم حتكمل عندي في اليوريترز ويصير لها elimination through the urine تمام. So the elimination احنا عشان يصير في عنا elimination تمام او clearance هو العملية هاي هي ناتج عمليات كثير لازم تصير اللي هي الهيباتيك من الميتابوليزم من فيز 1 من فيز 2 من رينال سيستم تمام واذر راوتس وورك وبرضه الميتابوليزم اللي بيصير في اماكن اخرى غير الكبد بس مينلي الميتابوليزم بيصير في الليفر تمام. فالكليرنس ريبريزنتس ذا فوليوم اوف ذا فلويد ذات از كومبليتلي كليرد اوف ذا دراج بير يونت تايم. يعني لما اجي احكي شو هو الكليرنس هو الحجم
حجم السوائل اللي بيتم تصفيتها من الدواء، تصفيه الدواء منها بير يونت تايم، بوحده الزمن. تمام، شو الاهميه من اني اعرف هذا الشيء او هاي المعلومه اللي هي الكليرنس؟ تمام، the importance of knowing the clearance of the drug is that it enables us to measure the half life of the drug. يعني احنا كنا بنعرف خلال قديش الدواء او قديه حجم السوائل اللي بيتم تصفيتها من الدواء في خلال وحدة زمنية، أنا بقدر أجي أحسب شغلة عن طريقة اللي هي عمر النصف للدواء، الهاف لايف للدرج. تمام، هنحكي عن عمر النصف للدواء كمان شوي. طب شو العوامل اللي بتأثر عندي على كليرانس أوف ذا درج؟ أول إشي الموليكيولر ويت، برضو زيها زي الديستربيوشن، كل ما كان الحجم والوزن تبع الدواء كبير كان أصعب إنه يصير له فلتريشن للكلى. تمام، وأصعب إنه يرجع برضو من الكلى للدم. تمام، طيب البولاريتي اوف ذا دراج، كل ما كان بولر، تمام، كل ما كان بولر الدواء لا الموليكيولر ويت اذا كان كبير اصلا، احنا يعني بنتعمد ان نكبره لحتى انه يفوت على التوبولار سيستم وما يرجعش يرجع للبلد. تمام، فكل ما كان اكبر كل ما كان اصعب انه يرجع من التوبولار سيستم للبلد، فهذا الاشي بيزيد عندي الكليرانس. تمام، البولاريتي اوف ذا دراج، كل ما كان الدواء بولر، وهذا الشيء اللي كنا نعمله في الفيز 2 رياكشن، كان اصعب انه يرجع من التوبولار سيستم للبلد، فبالتالي الكليرنس حتزيد. تمام، طيب والعكس صحيح، اذا كان هايدرو لايبوفيليك، تمام، الكليرنس حيقل. ليش؟ لانه حيصير في مرحله الري ابزوربشن يرجع للبلد. تمام، الرينال فانكشن، اذا كانت الرينال فانكشن سليمه 100% الكليرنس برضه حيكون عالي. ليش؟ لانه مش حيسمح للدواء انه يرد يرجع من التوبولار سيستم للبلد. بس اذا كان في عندي رينال ديسفانكشن او خلل وظيفي في الكلى، هذا الاشي حيمنع انه او يعني حيصير يسمح للدواء انه يرد يرجع من التوبولار سيستم للبلد. تمام، النقطه الرابعه مهمه، pH of the blood، كتبت لكم بين قوسين like in aspirin toxicity. هلا الاسبرين، دواء الاسبرين هو مميع دم. تمام، دواء الاسبرين دواء حامضي، تمام، حمضي، يعني امتصاصه زي ما احنا اخذنا في المحاضرة اللي فاتت انه الادوية الحمضية افضل امتصاص الها في البيئة الحمضية. تمام، في البيئة الحامضية، حلو، تمام. فلما يدخل يعني في حالات ممكن انه مثلا يعني يكون الاسبرين لانه في صورة حبوب يكون يعني يجي في ايد ولد صغير، حلو، ويفكروا ملبس. تمام، يفكروا ملبس وياخذ منه حبوب كثير، حلو. فهنا كمية أسبرين خيالية بتدخل عنده على المعدة، بيتم امتصاصها من المعدة mainly، تمام، وبتدخل على الدم، ولأنه الأسبرين عبارة عن أسيد، تمام، فبقلل عندي حموضة الدم. تمام، بقلل عندي حموضة الدم، بقلل عندي البي اتش تاع البلد. وين المشكلة في هذا كلياته اللي أنا قاعد بحكيه؟ المشكلة في الإليمينيشن، إنه الإليمينيشن هنا بتعطل للأسبرين. ليش؟ لأنه أنا لما ضفت كمية أسبرين خيالية للدم انا قللت البي اتش تاع الدم. واذا بتتذكروا من المحاضره اللي فاتت حكينا انه لما يكون عندي دواء ويك اسيد موجود في اسيديك انفايرمنت حيكون في الصوره نون ايونايزد فورم اللي هي ال اتش اي، تمام، النون ايونايزد فورم، فحيكون انشارجد، فبالتالي حيصير يتفلتر هذا الدواء من الكد عبر الكدني، تمام، ويرجع بالري ابزوربشن للدم. طب انا يعني هيك مش حقدر اني اتخلص من الدواء، فهمتوا علي؟ فهمتوا شو الفكره؟ الفكره انه لاني انا صار عندي اسيدوسيس في البلد، تمام، يعني صار البلد اسيدك، فالدواء قاعد بيضله في صيغه اتش اي اللي هي ان ايونايزد فورم، فأنا هيك صار الدواء عندي uncharged، وهذا الإشي بيصعب عملية الفلتريشن للدواء من البلد. تمام، وهذا الإشي خطير. طب إحنا شو بنعمل هنا في هاي الحالة؟ بنعطي للمريض هذا اللي عنده aspirin toxicity نعطيه إشي يعمل alkalinization، يزيد الـ pH تاع البلد. ليش؟ لأنه لما أزيد الـ pH تاع البلد أنا برفع الـ pH، فبالتالي بخلي البيئة basic، بحول الدواء من الـ HA، تمام، اللي هي الصورة الحامضية، للـ A minus، تمام، من صورة عفوا الـ uncharged للصورة charged، فبالتالي هيك بسهل على الكلى إنها تعمل له filtration بدون ما يصير له reabsorption مرة ثانية للدم. تمام،
النقطة الخامسة والأخيرة اللي هي البروتين بايندينج. كل ما كان الدواء بروتين بايند أباوند أكثر، كل ما كان أصعب أصلا على الكلى إنها تفلتره من الدم. ليش؟ لأنه البروتين شغلة كبيرة دفشة، بتقدرش إنه تتفلتر عن طريق عبر الجلوميرولوس، تمام؟ فزي هيك برضو الوارفانين دواء كثير مرتبط في البلازما بروتين، حكينا 99% من الدواء مرتبط بالبلازما بروتين، تمام؟ فبالتالي الدواء هذا الاليمينيشن تاعه من الكلى اصلا باخذ وقت طويل، لانه 1% بس اللي بيكون فري في البلازما، تمام؟ مش مرتبط بالبروتين بايندينج. طيب هلا نرجع لنقطه الهاف لايف. شو هو الهاف لايف او شو هو عمر النصف للدواء، تمام؟ عمر النصف للدواء هو الوقت اللي بحتاجه عشان اقلل ليفل البلازما، ليفل الدواء اللي موجود في البلازما ل 50% من قيمته الاصليه، تمام؟ ف it's the time needed to decrease the plasma levels of a drug to a 50% of a formal level. فنيجي هنا مثلا على الصوره، كان عندي تركيز الدواء في البلازما على وقت صفر تقريبا نقول 1.6، تمام؟ او 1.6، تمام؟ بعد فتره زمنيه معينه خلينا نحكي 400 ثانيه، تمام؟ هنا نزل تركيز الدواء ل.8، فاصلة 8 هي نص ال 1.6، تمام؟ فأنا خلال هاي الفترة الزمنية فقدت 50% من قيمة الدواء اللي كان أو تركيز الدواء اللي كان عندي. طيب لو شفنا كمان 400 ثانية ثانية، يعني 400 ثانية مرة ثانية بعد 400 ثانية للمرة الثانية، تمام؟ نلاحظ أنه تركيز الدواء قل من الـ 0.8 للـ 0.4، نص قيمة الدواء اللي ظلت في الدم، تمام؟ 50% من قيمة الدواء اللي ظلت في الدم بعد عمرين نصف. طب بعد ثلاث أعمار نصف، يعني بعد 1200 ثانية، من 0.4 ل 0.2، 50% من اللي ظل، تمام؟ فهيك القيمة الزمنية اللي بحتاجها أو المدة الزمنية اللي بحتاجها لحتى أتخلص من 50% من تركيز الدواء اللي لسه موجود عندي في البلازما، تمام؟ طب ليش إحنا بنحتاج نعرف عمر النصف للدواء؟ أول إشي عشان نحدد كم جرعة بنقدر نعطي للدواء. إذا كان الدواء عمر النصف تاعه طويل كبير، يعني بحتاج وقت أطول لحتى أتخلص من 50% من تركيز الدواء في البلازما، تمام؟ وقتها أنا هنا بقلل الجرعات اللي بعطيها للدواء، تمام؟ يعني بعطيه مثلا مرة في اليوم، مرة في اليوم ونص في 36 ساعة، تمام؟ زي هيك، تمام؟ بينما لو كان عمر النصف تبعه قصير، 4 ساعات، 3 ساعات، إيش زي هيك، تمام؟ بزيد الجرعات بتاعت الدواء، بصير أعطيه 4 مرات في اليوم، 5، 3 مرات في اليوم، زي هيك، تمام؟ فهاي نقطة. النقطة الثانية to determine the complete clearance of the drug from the body، يعني عشان أعرف وأقدر أحدد متى الدواء بكون تخلصت منه تماماً من الجسم. ليش أنا بهمني هاي النقطة؟ لأنه مثلاً نرجع برضو لمثال حبيبنا الوارفارين، تمام؟ هلا الوارفارين لأي مريض حاب يعني ناوي انه يفوت على عملية، يدخل او يعمل عملية، تمام؟ ينعمل عليه عملية، ممنوع انه ينعطى الوارفارين. ليش؟ لانه الوارفارين مميع دم، فبيخافوا انه خلال العملية يصير عنده نزيف شديد، تمام؟ بس قديش لازم يعني اذا كان المريض على الوارفارين اساسا، قديش بيحتاج وقت لحتى يعني قديش بيحتاج وقت قبل العملية يكون في موقف الوارفارين؟ هون الفكرة. الفكرة انه الوارفارين الهاف لايف تبعه طويل. ليش؟ لانه هو الدواء اصلا هايلي بلازما بروتين باوند، فبالتالي الاكسكريشن تبعه بطيء جدا بالكيدنيز، تمام؟ فالهاف لايف تبعه تقريبا 36 ساعة، حوالين 36 ساعة. فاي بيشنت، اي مريض بيكون بياخد وارفارين وناوي انه يفوت على جراحة قريبا، لازم الوارفارين يتوقف لحد يعني لحوالي 4 أعمار نصف، يعني 4 × 36 تقريبا 148 ساعة، تمام؟ يعني احنا بنحكي عن حوالي 6 أيام، تمام؟ بنحكي عن حوالي 6 أيام انه نوقف الدواء، متخيلين؟ لحتى انه الدكتور يقرر انه والله حاليا تركيز الدواء آمنة للمريض هذا انه نقدر نعمل له العملية، تمام؟ فلحد 4 أعمار نصف للدواء لازم تمر لحتى الوارفارين، لحتى نتأكد انه البيشنت هذا ريدي انه يدخل على العملية، تمام؟ فهي نقطة. النقطة الأخيرة to determine the time to attain a steady state concentration، تمام؟ يعني أنا لما بدي أعطي الدواء بصورة maintenance dose اللي هي الجرعة العادية تاعته، تمام؟ مثلا بدي أعطيه بصورة 500،
حلو 500 ملي جرام وبدي اياه يوصل للثيرابيوتيك كونسنتريشن تمام او الستيدي ستيت كونسنتريشن. حلو انا اعطيته اول مره زي هون في الصوره وصل للبيك تاعه وبلش يصير له ميتابوليزم، الميتابوليزم ريت تاعه زاد فبلش يقل التركيز تاعه. في هاي اللحظه اعطيته الجرعه الثانيه زاد الكونسنتريشن اكثر وبعدين رجع يعمل ميتابوليزم، اعطيت بس بلش يرجع يعمل ميتابوليزم عملت الدوز الثالثه وهكذا الثالثه الرابعه. بين الرابعة والخامسة أنا بكون وصلت ل يعني بين أربعة لخمس أدوية تمام، بين أربعة لخمس جرعات بكون أنا وصلت لتركيز، خلص أنا قاعد باخذ الدواء بانتظام تمام، بكون أنا وصلت لتركيز اللي هو الثيرابيوتيك كونسنتريشن، التركيز العلاجي للدواء لحتى الدواء يبين تأثيره على جسمي، تأثيره العلاجي على جسمي تمام. هذا بنسميه الستيدي ستيت كونسنتريشن تمام، بنسميه الستيدي ستيت كونسنتريشن اللي هو التركيز اللي انا بحتاج انه يظل الدواء يتذبذب فيه لحتى اني اكون انا فعليا قاعد بستفيد من الدواء تمام. فهذا الاشي بده من اربعة لخمسة هاف لايفز لحتى اني اوصله، فبالتالي بحتاج من اربعة لخمس جرعات دواء تمام. طيب انا عشان احل هاي المشكلة انا بدي اظلني اقعد اربعة لخمس مرات اخذ الدواء لحتى اني أبلش تأثيره العلاجي، لا في بعض الأدوية أنا بحتاج تأثيرها العلاجي يبين فورا تمام، بتكون الحالة خطرة وبحتاج أنه التأثير العلاجي يبين فورا. طيب فلهاي الحالة شو بعمل هنا عشان أختار أو يعني أختصر هاي الحركة كلياتها لحد ما أوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن؟ لا أنا بعطي إشي اسمه اللودينج دوز تمام اللي حكينا عنه فوق، بعطي إشي اسمه اللودينج دوز اللي حسبناه قبل شوي فوق تمام، بوصل الدواء من تركيز زيرو للتركيز تاع الثيرابيوتيك كونسنتريشن للتركيز العلاجي، بعدين بصير اعطي مينتيننس دوز لحتى الدواء يظل في جسمي في التركيز او في الثيرابيوتيك كونسنتريشن تمام. طيب فهي شويه اسئله على الاشياء اللي حكيناها. شو هو الهاف لايف؟ الهاف لايف هو التايم نيدد تو اليمينيت 50% اوف ذا اماونت اوف او ديكريز ذا بلازما ليميت ليفلز اوف ذا دراج تو 50% اوف ا فورمال ليفل. How many half-lives needed to clear 94% of administered drug؟ لنفرض أن تركيز الدواء 100% على أول half-life تمام؟ لنفرض أن تركيز الدواء عندي 100% على أول half-life على قبل أول half-life 100% على أول half-life 50 على ثاني half-life 25 عفوا تمام؟ على ثاني half-life 12.5 على ثالث half على رابع half-life تقريبا 6.25 تقريبا تمام. فانا عشان اتخلص من 94% من الادمنستريد دراج بدي 4 هاف لايفز تمام. طيب شو اللودينج دوز؟ قلنا اللودينج دوز لو نرجع للتعريف فوق تمام، اللودينج دوز هيو اللودينج دوز اللي هو الانيشال دوز تو بي ادمنستر تو ريتش ا سبيسيفيك كونسنتريشن اللي هو الثيرابيوتيك كونسنتريشن اوف ذا دراج ان ذا بلاد بيفور ذا ريجولار دوزز او المينتيننس دوز تمام. من القانون اللي احنا طلعناه فوق، What is the loading dose of a drug X given that its volume of distribution is 20 liters تمام and desired concentration is 5 milligram per deciliter. نطلع الكالكوليتر تمام، كل واحد عندنا هيك مع بعضنا تمام. خليني انا اطلع الكالكوليتر عندي تمام. طالب مني ال loading dose تمام لدواء X حلو، عطيني الفوليوم اوف ديستريبيوشن تاعه والديزايرد كونسنتريشن، الكونسنتريشن اللي انا بحتاجه. نرجع للقانون، القانون شو بيحكي لي؟ القانون بيحكي لي اللودينج دوز يساوي الديزايرد كونسنتريشن اللي هو الثيرابيوتيك كونسنتريشن 5 ملي جرام بير ديسيليتر تمام. طبعا هون لازم نوحد الـ شو اسمه، لازم نوحد الـ المعايير تمام. يعني انا هون عندي 5 ملي جرام بير ديسيليتر، فانا لازم احول الديسيليتر لليتر، فعشان احولها تمام عشان احولها لازم اضرب في 1000 او اللي هو 10 ديسيليتر لكل واحد لتر، فمعناته 5 ملي جرام في ديسيليتر يعني 50 ملي جرام لكل لتر تمام. ف50 نضربها في الفوليوم اوف ديستريبيوشن اللي هو قديش 20 لتر، بحتاج معناته اللودينج دوز يكون 1000 ملي جرام، يكون 1000 ملي جرام يعني 1 جرام تمام. فالشغله الضروريه هنا اللي نبه عليها الدكتور انه الديزايرد كونسنتريشن عندي 5 ملي جرام بير ديسيليتر، لازم احول الديسيليتر لليتر،
الديسيليتر هو 0.1 لتر يعني 0.1 لتر، فبضرب في 10 لحتى اني احول يصير عندي ملي جرام بير لتر، تمام؟ بعدين بضرب ال 50 في 20 1000 1000 ملي جرام، تمام؟ من الدواء لازم يكون عندي. طيب all the drugs، هلا اخر موضوعين هيك حنحكي عنهم، انه all the drugs we take are eliminated in one of two ways of kinetics، يعني كل الادويه اللي اخذناها او اللي بناخذها بيتم التخلص منها بواحده من طريقتين من الحركيه، تمام؟ من حركيات الدواء. الطريقه الاولى اللي اغلب الادويه بتمشي فيها اللي هي الفيرست اوردر كاينتكس، تمام؟ بتطبق على اغلب الادويه. في هذا الفيرست اوردر، تمام، الدواء بيتم التخلص منه من اجسامنا بكونستانت هاف لايف، بنسبه ثابته، بكونستانت هاف لايف يعني بعمر نصف ثابت، تمام؟ فكل فترة زمنية بتمر، كل فترة زمنية معينة بتمر، في 50% من قيمة من تركيز الدواء اللي موجود في البلازما بتروح، بغض النظر عن كمية الدواء اللي موجودة في البلازما قديش، تمام؟ 50% خلص، كل فترة زمنية معينة في 50% من قيمة الدواء هذا بتروح، بغض النظر عن قديش كمية الدواء، تمام؟ فأنا عندي هنا نسبة ثابتة، نسبة ثابتة من الدواء بيتم التخلص منها كل فترة زمنية معينة، تمام؟ طب ليش إنه النسبة هنا اللي ثابتة؟ النسبة هنا اللي ثابتة لأنه الإنزيمات هنا اللي بتعمل ميتابوليزم لهاي الأدوية مش متشبعة بالكامل، يعني ما وصلت طاقتها الاستيعابية للماكس، أو إنه يعني شغالة وعندها سعة كافية إنها تستقبل هاي الكمية كاملة من الدواء، تمام؟ وكافيتها والزيادة، تمام؟ فبالتالي هي بتتخلص من 50% من تركيز الدواء اللي موجود في البلازما بكل فترة زمنية بأريحية، تمام؟ هلا بعض الادويه زي الفينيتوين، دواء الصرع، تمام، بيمشي مش على الفيرست اوردر، بيمشي على شيء ثاني اسمه الزيرو اوردر كاينتكس. في الزيرو اوردر كاينتكس ما عنديش نسبه دواء ثابته يتم التخلص منها، عندي قيمه او كميه دواء ثابته يتم التخلص منها، تمام، كميه دواء ثابته. فهنا الثابت عندي هو الكميه مش النسبه، يعني مش شرط انه تكون 50%، لا، هنا كميه ثابته، تمام، لكل فتره زمنيه. ليش طيب هنا الكمية اللي ثبتت مش النسبة؟ لأنه هنا الدواء هذا الإنزيمات اللي بتشتغل عليه اتشبعت بالكامل، فوصلت للماكسيمم إفكتها أو الماكسيمم كباسيتي تاعتها، تمام؟ فهي قاعدة بتشتغل ومضغوطة بزيادة، تمام؟ فإنه قاعدة بتشتغل بأقصى طاقتها، فصارت إنه يعني قاعدة بتطلع كمية محددة بدل ما هي قاعدة بتطلع نسبة محددة من الدواء، أو بتعمل ميتابوليزم لنسبة محددة من الدواء، تمام؟ فهنا ببطل الموضوع نسبة ثابتة، بيصير الموضوع عبارة عن تركيز أو كمية ثابتة من الدواء بيتم التخلص منها كل فترة زمنية، تمام؟ طيب نيجي لآخر موضوع عندنا اللي هو البايو إكويفالنس أو التعادل الحيوي، تمام؟ البايو إكويفالنس هي استراتيجية عادة بيتم استخدامها من الشركات الدوائية، تمام، لما بدهم يضيفوا دواء اوريدي موجود بس بتركيبة جديدة، تمام، بدهم يضيفوها على الماركت، تمام، لحتى يشوفوا إذا هاي التركيبة الجديدة مشابهة للتركيبة اللي موجودة سابقا. مثلا الباراسيتامول موجود في السوق من زمان، تمام، في شركة حابة إنها تضيف باراسيتامول برضو بس بدها تضيفه هيك بتركيبة محسنة شوي، تمام، بيقارنوا بين الدواء اللي موجود اساسا وبين الدواء اللي هم بدهم ينتجوه من ناحيه فارماكوكاينتكس، تمام. فاذا لقوا انه الدوائين كانوا مشابهين لبعض في الفارماكوكاينتكس، احنا بنحكيش هون عن تاثير الدواء نفسه، احنا بنحكي عن الفارماكوكاينتكس، تمام، اللي هو من ناحيه ابزوربشن ديستريبيوشن اكسكريشن ميتابوليزم وغيره، تمام. فاذا لقيهم متشابهين في الفارماكوكاينتكس تبعتهم بيقولوا انه هدول الدوائين متعادلين حيويا او بايو ايكويفالنت تو ايتش اذر، تمام، بايو ايكويفالنت تو ايتش اذر. اذا ما لقيوا او مثلا كان الدواء اللي بدهم ينتجوه مختلف عن الفارماكوكاينتكس تاعت الدواء الثاني، مثلا الديستريبيوشن تاعه اقل، الميتابوليزم تاعه ابطا، مثلا الاكسكريشن تاعه سلو، وشو اسمه وعنده سايد افكتس، مثلا هون بيحتاجوا انهم يعملوا دراسات زياده على الدواء هذا، تمام، لحتى انهم يحسنوا الفورميوليشن تبعته ويخلوها مور ايكويفالنت للاكزيستد للإكزيستد الدرج اللي موجود في السوق أساساً، تمام؟ أنا لهون بكون كملت معكم الفارماكوكاينتكس كامل. إن شاء الله في المحاضرة الجاي حنحكي عن الفارماكوديناميكس، الشق الآخر من مبادئ
علم الأدوية اللي هو الفارماكوكاينتكس. تمام، إذا حابين أو عندكم أي أسئلة، وسائل التواصل معي موجودة على الفيسبوك الواتساب والإنستغرام. تمام، إذا كان هناك من صواب فمن الله، إذا كان هناك من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. إن شاء الله إنه المعلومات اللي أنا حكيتها لكم إنها تكون وصلتكم بصورة سلسة. بتمنى لكم كل التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ويعطيكم ألف 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 عافية.